نظم نادي الأحساء الأدبي محاضرة للدكتور فهد الشليمي المحلل السياسي ورئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام بعنوان الإعلام وإدارة الأزمات. إحنا الآن نعيش في أزمة، كيف نضبط إيقاعنا الإعلامي سواء على تويتر أو على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. أيضا حذرنا من الإقلام الصفراء والصحافة الصفراء والتويترات الصفراء اللي تجعل أبناء الشعب الواحد يضرب بعضه. وتم الحديث عن دور الإعلام فيما قبل الأزمات والكوارث وأهميته كأحد عناصر المنظمة أو الدولة، نظرا لما يتوفر من قدرات فنية ومرونة عالية تتمثل في التحرك بسرعة وتخطيه للحدود لما يملكه من وسائل مقروءة ومسموعة ومرئية. كما تحدث عن دور الإعلام الحكومي ودور الإعلام الخاص ووسائل التواصل الاجتماعي. نادي الأحساء الأدبي هو نادي ثقافي، وبالتالي هو مواكب للأحداث، ويجب أن يواكب الأحداث وأن تواكب مؤسساتنا الثقافية أيضا مثل هذه الأحداث التي تهم الدولة بشكل عام وتهم المواطن. وهذه المحاضرة تأتي في سياق ما يقوم به الإعلام الآن من تشويه للحقائق. بعد ذلك تطرق الدكتور فهد الشليمي إلى الصحافة الصفراء والتي تعتبر من الوسائل الإعلامية المثبطة للجهود الإيجابية التي تبذلها الدول والمجتمعات. لا يخفاكم أنه خلال الأزمات يحدث هناك اضطراب في المجتمع، الإنسان يبحث عن المعلومة، فقد تصله معلومة غير صحيحة خاصة من مصادر مشبوهة، وفي هذه الأزمات يكون هناك تصيد من قبل بعض المنظمات للمجتمعات للإنسان الغير مطلع، وبث السموم، يكون هناك بث للسموم والأفكار الهدامة والإشاعات خلال الأزمات. المحاضرة التي كانت بإدارة رئيس النادي الأدبي بالأحساء الدكتور ظافر الشهري شهدت إقبالا كبيرا من الحضور، حيث تم فتح المجال له للمداخلات التي جاءت متنوعة وتناقش الوضع الراهن. يظل الإعلام عنصر رئيسي في إدارة الأزمات، لا سيما في الآونة الأخيرة، حيث اتضح ذلك في العديد من القضايا. صالح المري، الإخبارية، الأحساء.